مرحبا في هذه السلسلة من العروض. أحاول أن أعلمكم كل شيء تحتاجون أن تعرفوه عن المثلثات والزوايا والخطوط المتوازية، وربما أن هذا أعلى عائد معلومات يمكن أن تحصلوا عليها فيما يتعلق بالامتحانات بشكل خاص. ثم عندما نتعلم جميع القواعد سنلعب لعبة تسمى بلعبة الزوايا، حيث أنها تستخدم في الامتحانات لمرات عديدة. إذن دعونا نبدأ ببعض الأساسيات. أنتم تعلمون ما هي الزوايا، أو في الواقع ربما أنكم لا تعلمون ما هي الزاوية. إذا كان لديك خطان هكذا يتقاطعان على نقطة ما، فالزاوية عبارة عن قياس مدى اتساع تقاطع هذان الخطان. هذه هي الزاوية. الزاوية عبارة عن قياس مدى اتساع تقاطع هذان الخطان، وتقاس بوحدة الدرجة أو الراديان، لكن الشائع في دروس الهندسة هو وحدة الدرجة. وعندما نبدأ بدراسة علم المثلثات سنستخدم الراديان. وربما أن هذا مألوفا بالنسبة لك. صفر درجة عبارة عن خطان يقعان فوق بعضهما، ومجرد أن ألاحظ هذه سأعرف أنها 45 درجة. إذا كانت الخطوط متسعة أكثر هكذا، فهذه تساوي 90 درجة، وخطوط 90 درجة تسمى متعامدة لأنهما عموديان على بعضهما، أي أن واحدا يكون عموديا والآخر أفقيا. مدهش، إنه من الرائع أن أجد الكلمة الدقيقة عموديان. لكني أعتقد أنكم فهمتم الفكرة من خلال التعريف. الخطوط المتعامدة تكون 90 درجة، وقد رأيت هذا في المربعات والمستطيلات. المستطيل يتكون من مجموعة من الخطوط المتعامدة، أو الخطوط التي تكون زاوية 90 درجة. وطريقة رسم زاوية 90 درجة هو أن ترسم صندوقا كهذا، إنه شبيه عند القيام بهذا الشيء. ويمكنك أيضا أن تحصل على زوايا أوسع إذا تعديت 90 درجة. يمكن أن تكون هذه لا أعلم 135 درجة. إذا أردت أن تقيس الزوايا فبإمكانك أن تستخدم مقلة، يمكن أن تتعلم استخدامها في المدرسة. وإذا وسعت الخطين أكثر ستحصل على خط متواصل هكذا بهذا الشكل، والقياس يكون 180 درجة. ثم تستمر بذلك. فإذا كانت هذه الزاوية 135 درجة، يمكنك أيضا قياس الزاوية هذه هنا لنستخدم لون آخر. حسنا، هذه الزاوية هنا يوجد زوايا قياسها 360 وتعتبر دائرة، إذا هذه الزاوية الأرجوانية قياسها 360 درجة ناقص 135 درجة. ناقص 135 درجة وتساوي 225 درجة. هذه الزاوية باللون الأرجواني. وأنت تعلم أن قياس زاوية الدائرة هو 360 درجة، هذا شيء مهم لتعرفه. ومن المهم أيضا أن تعرف أنه إذا سرنا منتصف الطريق حول الدائرة مثل ما فعلنا هنا فهذا يساوي 180 درجة. فإذا اعتبرت أن النقطة المحورية هنا، إذا سرت ربع الطريق حول الدائرة فهذا يساوي 90 درجة. هل هذا جيد؟ أتمنى أنكم قد حصلتم على بعض البداهة حول ماهية الزوايا. والآن سأعلمكم مجموعة من قواعد الزوايا المهمة. سأمحو هذا هكذا، ودعوني أعيد الرسم. فإذا كان لدي خط كهذا، أحب استخدام الألوان، أعتقد أنها تبعد الملل تماما.
إذن الخط كهذا، وربما أنه ليس من البديهي تماما ما سأفعله، ودعونا نضيف زاوية كهذه. واسمحوا لي أن أقول أنت تعلم أنه بشكل دقيق يمكن أن أفترض أن قياسها 30 درجة، ونحن نعلم أنه إذا سرنا حول الدائرة نعلم أننا سنحصل على 360 درجة، أليس كذلك؟ أعتقد أن الرسم فوضوي بعض الشيء. هذه الزاوية حول الدائرة التي قمت برسمها، نحن نعلم أيضا أن هذه الزاوية قياسها 330 درجة، أليس كذلك؟ لأن هذه الزاوية زائد الزاوية الأرجوانية تساوي جميع الدائرة، إذن هذه تساوي 330 درجة. تذكروا ذلك، الزوايا في الدائرة، أو أن لدينا 360 درجة في الدائرة. لا أعلم إذا كنتم تتذكرون، ولا أعتقد أنكم تتذكرون، فقد كان ذلك قبل أن تولدوا. لقد كان هناك لعبة تدعى 720، وهي لعبة تزلج، وكانت لعبة فيديو، و720 تحاول فيها أن تقفز بلوح التزلج وتدور مرتين، وهكذا يتكون لدينا 720 درجة. إذا سرت حول دائرة مرتين ستتكون 720 درجة، وإذا قفزت ودرتم لمرة واحدة فقط فهذه تكون 360 درجة. وربما قد سمعتم أن هذه ثقافة عامة، لكن على أي حال فإن 360 درجة تعني دائرة، ويمكنك أن تتخيل أن نصف دائرة تساوي 180 درجة. إذن الشيء الآخر والمهم أن تدركه هو كما قلنا، إذا سرنا نصف دورة حول الدائرة فهذا يكون 180 درجة، لكن إذا كان لدينا زاويتان مجموعهما يساوي ذلك، فلنفترض مثلا، لا أعلم إذا هذه الخطوط سميكة بما فيه الكفاية حتى تروها، دعوني أرسم شيئا أسمك. ربما أنها لا تبدو مثالية، لكنكم تدركون إذا كان لدينا هذه الزاوية، دعونا نسميها بالزاوية X مثلا، نسميها X، وهذه الزاوية، هذه الزاوية هنا نسميها Y. ماذا نعرف عن العلاقة بين X و Y؟ حسنا، نعلم أن الزاوية جميعها تكون نصف دائرة، أي 180 درجة. الزاوية جميعها تساوي 180 درجة. حسنا، ما هو مجموع الزوايا X و Y؟ ما هو مجموع الزوايا X زائد Y؟ إنني أحاول تثبيت اللون. X زائد Y تساوي، إذن X زائد Y تساوي 180 درجة، أو يمكنكم أن تكتبوا أن Y تساوي 180 ناقص X، أو أن X تساوي 180 ناقص Y. لكن إذا كانت X زائد Y يساوي 180، ويمكن أن تروا أن ذلك منطقيا إذا قمت بجمع الزاويتان، فأنت تسير نصف المسافة حول الدائرة، وهذا يوضح أن X و Y، وهذه كلمة جميلة أعتقد من الجيد أن تبقوها في أذهانكم، أنهما زاويتان مكملتان، زاويتان مكملتان supplementary. هذا عندما يكون المجموع 180 درجة. والآن ماذا لو كانت لدينا هذه الحالة، هذه الحالة هنا،
يا إلهي كان هذا مخيفا. حسنا، خط غريب جدا. هذا أفضل، دعونا نفترض أن لدي هذه الحالة. لقد قمت برسم خطان متعامدان وهذا يشكل ربع دائرة. دعونا نفترض أن هذه الدائرة كلها إنني أرسمها بصورة كبيرة، هذه 90 درجة. والآن إذا كان لدي زاويتان خلالهما، حسنا، إذا كان لدي زاويتان هنا، دعوني أقول أن هذه إكس وهذه واي، ما هو مجموع إكس وواي؟ حسنا، إكس زائد واي يساوي 90 درجة، ويمكن أن نقول أن إكس وواي متممتان، complementary. ومن المهم ألا ترتبك بين المصطلحين، فقد تذكروا أن المتممتان تعني زاويتان مجموعهما 90 درجة، والمكملتان تعني أن مجموعهما 180 درجة. أراكم في العرض القادم.